سنة 2022 شهدت رحيل كثير من الفنانين ونجوم الوسط الفني واللي أثروا فينا جدا برحيلهم، وكان منهم وأولهم طبعا الفنان هشام سليم اللي رحل عن عالمنا في عام 2022، وكثير من الفنانين هقول لكم أساميهم وأعمارهم في وقت الوفاة. رحل هشام سليم عن عالمنا في 22 سبتمبر عام 2022 عن عمر يناهز 64 عام، وده كان بسبب سرطان الرئة. وبالمناسبة الصورة دي هي صورة لي مع والده في وقت الطفولة لما كان بيدربه في النادي الأهلي. واللي معانا في الصورة هي الفنانة رجاء حسين اللي رحلت عن عالمنا في 9 أغسطس 2022 وكان عمرها وقت الوفاة 84 سنة، وطبعا بسبب أمراض الشيخوخة اللي تراكمت عليها في نهاية العمر. الفنان الجميل سمير صبري اللي رحل عن عالمنا في 20 مايو 2022 وكان عمره وقت الوفاة 86 عام عقب جراحة في القلب، بعدها بحوالي أسبوع توفي إلى رحمة الله. اللي في الصورة هي الفنانة جلا فهمي واللي رحلت عن عالمنا 26 فبراير 2022 وكان عمرها وقتها 59 سنة بسبب أزمة قلبية حادة. الفنانة الراحلة مها أبو عوف اللي رحلت عن عالمنا في 6 يناير 2022 عن عمر يناهز 65 عام بسبب سرطان الرئة. واللي معانا هو الفنان أحمد حلاوة واللي رحل عن عالمنا في 25 مارس 2022 عن عمر يناهز 72 عام بسبب فيروس كورونا. أما اللي معانا في الصورة فهو الفنان والمخرج زكي فطين عبد الوهاب ابن الفنانة الجميلة والمطربة الراحلة ليلى مراد اللي رحل عن عالمنا في 20 مارس 2022 وكان عنده وقتها 61 عام بسبب سرطان الرئة. ولو فاكرين مسلسل ميزو اللي كان عامله الفنان سمير غانم، فلازم هتفتكروا معاه كمان الفنان سامي فهمي واللي كان دايما مرافقه في عدد من مسلسلاته. الفنان سامي فهمي رحل عن عالمنا في 13 نوفمبر 2022 عن عمر يناهز 77 عام بسبب أمراض الشيخوخة. الفنانة فاطمة مظهر واللي رحلت عن عالمنا 27 إبريل 2022 عن عمر يناهز 78 عاما بسبب أمراض الشيخوخة. الفنانة عايدة عبد العزيز وكلنا ما ننساش دورها في فيلم النمر والأنثى ودورها في يوميات ونيس اللي رحلت عن عالمنا في 3 فبراير 2022 وكان عمرها وقتها 91 عام وتوفيت بسبب أمراض الشيخوخة. الإعلامي وائل إبراشي صاحب أهم وأكبر البرامج الحوارية واللي توفي في 9 يناير 2022 وكان عمره وقتها 59 سنة بسبب مضاعفات فيروس كورونا. المستشارة تهاني الجبال اللي توفت في 9 يناير 2022 عن عمر يناهز 71 عام بسبب فيروس كورونا. الفنان الجميل عهدي صادق وأدواره اللي احنا عمرنا ما هننساها في ليالي الحلمية وكثير من الأدوار واللي توفى في 28 مارس 2022 وكان عمره وقتها 71 عام بسبب أزمة قلبية. الفنان السعودي خالد سامي واللي رحل عن عالمنا في 21 أكتوبر 2022 وكان عمره وقتها 60 عام بسبب أمراض الكبد. الفنان والموسيقار أحمد الحجار وطبعا تعرفين هو أخو علي الحجار واللي توفى عن عالمنا في 4 يناير 2022 وكان عمره 65 عام بسبب أزمة قلبية حادة. أما الصورة اللي معانا فهي صورة الإعلامي إبراهيم حجازي اللي توفي في 3 يناير 2022 وكان عمره 66 عام بسبب فيروس كورونا. الصورة اللي معانا هو المخرج الكبير أحمد يحيى وناس كتير طبعا مش هتعرفه اللي توفي في 7 فبراير 2022 وكان عمره وقتها 77 عام بسبب أمراض الشيخوخة. والصورة اللي معانا الوقت هي الصحفي والإعلامي مفيد فوزي واللي توفى في 4 ديسمبر 2022 وكان عمره وقتها 89 عام بسبب أمراض الشيخوخة. أما الصورة اللي معانا فهو المخرج والفنان جلال الشرقاوي واللي توفي في 4 فبراير 2022 وكان عمره وقتها 82 عام بسبب فيروس كورونا.
اللي في الصورة معانا هي الإعلامية والمذيعة ماجدة عاصم، واللي ليها كان ليها برامج كتيرة جدا في ماسبيرو، واللي توفيت في 4 أكتوبر 2022 وكان عندها 62 عام بسبب مرض السرطان. أما اللي معانا في الصورة هو المطرب اللبناني جورج الراسي، واللي توفي في 27 أغسطس 2022 عن عمر 42 عام بسبب حادث سير مروع. أما اللي معانا في الصورة فهو الممثل التركي إبارك بيكاجان، واللي هو كمان بطل مسلسل قيامة أرطغرل، واللي قام بدور أرطغرل بي، اتوفى عنده 52 سنة بعد صراع مع مرض السرطان. أما عن الفنانين اللي بتطلهم دايما شائعات الموت، فالفنان عادل إمام بيكون في المرتبة الأولى، واللي دايما بتطوله وبتلاحقه شائعة الموت دايما في الفترة الأخيرة بسبب تدهور في حالته الصحية نتيجة السن وأمراض الشيخوخة، ودايما بيطلع المنتج أخوه عصام إمام اللي بيقول لنا إن حالته الصحية كويسة. كمان هنلاقي ان الفنانة سميرة احمد بسبب ابتعادها عن الساحة الفنية بشكل طويل جدا في الفترة الاخيرة لحقتها بعض الاشاعات اللي بتؤكد خبر وفاتها، لكن في الاخر بنقول ان دي اشاعات وهي الحمد لله بصحة جيدة. من الفنانات الجميلات اللي اعتزلت الفن بهدوء شديد جدا بدون ما تعلن ان هي اعتزلت، الفنانة الجميلة عبلة كامل، واللي ابتعدت عن الساحة الفنية من فترة قصيرة، لكن طالتها الإشاعات بشكل كبير جدا، وبعض الإشاعات كانت بتقول ان هي توفت لكن هي بصحة جيدة ولكن مبتعدة عن الأضواء في الفترة الحالية.